باسمي شخصيا وباسم فريق البرنامج وباسم شبكة قنوات المجد الفضائية أتقدم بالتعزية لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأيضا أتقدم بالتعزية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ومقام ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وللشعب السعودي كافة والأمة الإسلامية في وفاة معالي الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري الذي توفاه الله عز وجل البارحة. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه جنات النعيم. تعازينا لكم شيخ سعد. الله يبارك فيكم، أحسن الله عزاء الجميع في وفاته، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته. من فضل الله عز وجل عليه أن جعله مفتاحا للخير وسببا من أسباب درء كثير من الأمور غير المستحسنة، حرص على نفع المسلمين وقضاء حوائجهم في جميع أوقاته ليلا ونهارا، وكان من أمره فتح بابه للجميع يستقبلهم ويحرص عليهم، وبسفرة ممدودة وكلام جميل وأخلاق فاضلة، وكان من شأنه المساهمة في نشر العلم والحرص عليه منذ صغره، ولذلك تتلمذ عليه عدد من العلماء والمشايخ الذين عرفوا من أمثال الشيخ ابن جبرين وغيره، وكان له من المساهمات الكثيرة في أعمال الخير والحرص على تقديم النصح للكبير والصغير والجميع، وكان له أيضا يد وبصمات جميلة في الجمعيات الخيرية، وكان وصولا لرحمه حريصا على التواصل مع الجميع، مع جميع أفراد المجتمع، وكذلك كان حريصا على التعاون مع ولاة هذه البلاد في كل ما يعود بالنفع والخير على الجميع. ولذلك فإن المرء يسعد بهذه السيرة العطرة التي قدمها رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وإن مما يسلي الخاطر و يبعد الحزن ذلكم التجاوب الكبير مع من أفراد المجتمع وفي وسائل التواصل الاجتماعي في الثناء عليه والدعاء له، وذكر عدد من القصص التي كانت بينهم وبينه مما لم نكن نعرفه قبل ذلك، وكذلك مما يخفف الحزن ويخفف المصاب تعزية خادم الحرمين الشريفين واتصاله وحرصه وسؤاله، وكذلك أمراء الأسرة وكبار المسؤولين، والتعزية التي نتلقاها من إخواننا على الوسائل المتعددة، وكذلك من سواء من داخل هذه البلاد ومن خارجها، فجزاهم الله خيرا على حرصهم على أن يكون لهم مساهمة معنا في تخفيف المصاب عنا وعن أسرته، فجزى الله الجميع خير الجزاء، وأشكر لك تقديمك التعزية لهذا اللقاء في هذا اليوم، وبارك الله فيك، وأشكر إخوتي الذين يساهمون معنا ممن قدمت التعزية باسمهم، بارك الله في الجميع. أحسن الله عزاءنا وعزاءكم ولأسرة الشثري الكريمة في المملكة العربية السعودية. شكرا الله وعافاك. ياك ما شوف شر. مشكور الله. لله لا قضاء إلا بالله. إن شاء الله.